كانت تحاول إظهار حقيقة. أستاذ أبو اليزيد، المقابلة مرفوضة يا بيه. هدى أعصابك، أنا مش جاي أعطلك، أنا بس عايزك تبص في الورقة دي قبل ما تورط جورنالك والموقع اللي أنت رئيس تحريره مع سالم بيه الجرح. جرايه يا أبو اليزيد، أنت جاي تهددني في مكتبي؟ أنا ما بهددش، أنا رجل قانون لو كنت ناسي. اللي في إيدك دي صورة من تنازل رسمي موثق في الشهر العقاري بتاريخ النهاردة، ولو بصيت مكان الإمضة هتلاقي اسم والدة سالة الله يرحمها، بتخلي مسؤولية سالم بيه الجرحي ومنشأته عن قتل بنتها الله يرحمها. يعني لو نزلت أي اتهام وتهور لشخص سالم بيه الجرحي هتلاقي صورة من الورقة دي في جميع الجرايد والمواقع الإلكترونية. مش بس كده، ده أنا هطالبكم بتعويض يمكن ما تقدروش عليه، وهقفل لكم الجريدة والموقع كمان. كمل يا ابني. الجو تحفة النهاردة. أهلاً يا فندم. شكلك صاحي من بدري، ولا ما نمتش من امبارح؟ مش متعود انام في البحر سعادتك. امال متعود تنام فين؟ نعم، مالك اتلخبطت وتخضيت كده؟ قولي. أموريني. نمت مع ريهام ولا لسه؟ انت مستغرب علشان السؤال ولا علشان انا نشنت صح؟ قول لي ما تخافش، مش هقول له. مدام ريام ست شريفه مش زي ناس. شريفه، ضحكتني. لا ولسه هتضحك اكتر لما تعرفي التقيله. أنا كمان محترم. طبعاً، ما هو لازم تكون محترم زيها. هو في واحد محترم يا أستاذ بيعمل علاقة مع واحدة متجوزة، قصدي شريفة. مش لما تبقى حقيقة مش تهيؤات في دماغ تعبانة. تفتكر اللي يقرأ المكتوب يغلب في الموجود فعلاً؟ ولا أنت عشان بتحبها مش طايق عليها كلمة؟ وأنا ياخد معاكي في أعراض واحدة شريفة مخلصة لجوزها اللي أنت خدتيه منها؟ يا إما أبقى على علاقة بيها وبحبها. والله معاك حق، أصلي نسيت إن ريهام ملك بجناحين. على فكرة أنا مش مكتوب على صدري توكيل ريهام هانم، ولا أنا من بقية أهلها، ولو محتارة فيها قوي كده يعني اسألي الراجل اللي جاي في ظهري ده في ساعة صفا عنها، وهو أكيد هينهار قصاد الأنوثة اللي بتفض قصادي دي. وما طلبتش من سالم بيه يعلمك ليه؟ علمه إيه بالظبط؟ الصيد. أصلي أول مرة بشوف راجل في الغردقة ملوش في الصيد. أصله مستجد، بكرة يتعلم. أنتي فطرتي ولا لسه؟ معقولة يا بيبي؟ معقولة أفطر في يوم زي ده ولوحدي؟ طبعاً لا. تفطر؟ لا سبقتكم. تحب أديهم أمر معليك يحضروا الفطار؟ وخليهم ينزلوا لي تحت في الكبيرة. أمر معليك يا فندم. ما كنا أكلنا في الشمس الحلوة دي يا بيبي، ولا أنت ناوي تحلي بعد الأكل؟ بالظبط كده، أصلي ما بحبش حد يبصلي في الأكل بتاعي وأنا باكل. تسلمي يا مهجة الفؤاد، انجز عشان في كلمتين بيزنس مع المعلم. حاضر، لو عوزت حاجة كح بس. هيحصل. ماليش لزوم لده كله يا معلم أبو العز. يعني أنت بتجيلنا كل يوم يا معلم؟ خاتو عزيزة والله.
اتفضل. تسلم ايديك. ها ايه الاخبار؟ الاخبار تمام التمام. الفلوس كلها جاهزه، واول ما توصل البضاعه بالسلامه هننجز المصلحه. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، هم ونزاح. اه، ايه رايك يا ست الكل؟ وقعدت ووفيت. ألف شكر يا متر. طيب عايزين أي خدمة تاني؟ لا كتر خيرك، اتفضل بقيت أتعبك. ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك. إيه ده؟ إيه في إيه؟ الشيك باسم سيد. ما هو ده كان اتفقنا زي الدفعة الأولى بالظبط. طب أنا هلاقي سيد فين؟ ده من إمبارح تليفونه مقفول. خلاص، تحب أخلي الشيك معايا لغاية ما سيد يظهر؟ لا لا لا. خلي معايا اضمن، انا هلاقيه اسرع. ايه في ايه تاني يا متر؟ هي خدمه رفيعه، لو امكن توصلوني بس محطه السوبر جيت، ناوي اروح مصر النهارده. واخد 375,000 جنيه وعايزنا نوصلك الرحمه. عشان كده يا نجم، ولاد الحرام ما خلوش لولاد الحلال حاجه. خلاص يا باسم، اتفضل يا متر. ربنا يخليك. انا افتكرت هقعد قدام، معلش. طب ما توصلونا مصر اسرع. بلاش بلاش. بيتهيألي ده اقصر هانيمون في التاريخ. ما انت عارفه بقى سيد، وصل مدام ماهر وحصلني. حاضر يا فندم. هستنى تليفونك. اكيد. باي. ايه مفيش؟ حمد لله على السلامة. حمد لله على السلامة. الله يسلمك. ما تنساش تلحق تبلغ السنيورة بتاعتك ان جوزها اتجوز عليها. ها، يبلغها جوزها. تبلغيها انت. اظن اللي تاخد واحدة من جوزها مش هتغلب توصل لها انها عملت كده. بقول لك ايه، مش خايف انقل الكلام اللي انت بتقوله ده لسالم بيه يقطع عيشك أو